نحمد الله تبارك وتعالى على هذا التآلف بين الإخوة وهذا الترابط الطيب، ونوصيهم بتقوى الله والتآخي في الله لوجه الله عز وجل، فإن هذا من أعظم الأمور عند الله ومن أحب الأشياء إلى الله. وأنتم تعرفون حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنه من السبعة لا أريد أن أطيل رجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، يجتمعان على المحبة في الله عز وجل ويفترقان على المحبة في الله عز وجل، لا تعصبا لهذا أو ذاك، وإنما لإرادة وجه الله عز وجل. ورجل زار رجلا في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته على طريقه ملكا، أين تلك؟ قال إلى هذه القرية أزور أخا لي. قال ألك عليه نعمة تربها؟ قال لا، إلا أن أحبه الله. قال فإن الله أرسلني إليك أنه يحبك كما أحببته. فتحابوا في الله وتزاوروا في الله. وأخبركم بتأريخ السلفيين، كانوا على غاية من الأخوة، طبعا في الأصول الماضية أشد وأشد مما رأينا وأكثر وأكثر، لكن الذي أدركناه أن السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها العرب والأجم كانوا كلهم كأنهم أسرة واحدة، يلتقي الهندي بالسعودي واليمني وهو إلى آخره من كل الأجناس ومن كل الأمم، وهم كأنهم أخوة تربوا على يد عالم واحد، منهج واحد والعقيدة واحدة، ومواجهة الأحداث سبحان الله، هذا في المشرق وهذا في المغرب وهذا في الحجاز، الرأي واحد. ليه؟ لأن المنهج مضبوط، منهج مضبوط الجميع، والمشرب واحد. بارك الله فيكم. وأنا أدركت من جنوب المملكة إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها السلفيون كلهم إخوة، بارك الله فيكم. والمشايخ الجنوب هم مشايخ الشمال ومشايخ الشمال هم مشايخ الغرب، كلهم واحد، ما حد يقول شيخ فلان ولا فلان، كلهم مشايخه والطلاب العلم كلهم إخوانه، ما تجد. بارك الله فيك. أنا الآن أنصح الشباب بهذا التآخي، لا يفرق بين السعودي ولا اليمني ولا الهندي ولا الباكستاني ولا السندي ولا الأمريكي، كلهم إخوة في الله يربطهم رابطة الإسلام ورابطة هذا المنهج. وأنصح المتصدين للتربية والتعليم أن يربوا تلاميذهم على هذا المنهج وعلى محبة كل سلفي في مشارق الأرض ومغاربها، وألا يتعصب لشيخه أبدا، لا يجوز التعصب لطائفة ولا لشخص إلا لشخص محمد صلى الله عليه وسلم، ولا لطائفة إلا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول يتعصب لشخصه لأن الحق يدور معه أينما دار، والصحابة نتعصب لهم لأنهم يدورون مع الحق أينما دار، وأما غيرهم من التابعين إلى تاريخ هذا لا تتعصب لشخص ولا لطائفة إلا للحق، وإذا درت مع الحق فستجده عند أهل السنة إذا اجتمعت كلماتهم وتخلصوا من الأهواء. فأنصح الشباب بالتآخي، لا فرق بين أهل الرياض ولا أهل المدينة ولا أهل كراتشي ولا أهل دهلي ولا أهل أمريكا، كلهم يكون إخوة في الله تبارك وتعالى، يربطهم رابطة الإسلام الحق ورابطة هذا المنهج. وأنصح المربين والمتصدرين لتربية الشباب السلفي أينما كانوا أن يربوا شبابهم على هذه الروح الطيبة البعيدة عن التعصب والتكتم. والله الذي إحنا إلى الآن ولا إحنا في المدينة ما تجد طلاب فلان طلاب فلان، كلهم شيء واحد، في مكة كذلك، في الجنوب كذلك، ما تجد هذا، لكن هذا الظاهر موجود في الرياض وموجود يمكن في أماكن أخرى، هذه الظاهرة يجب القضاء عليها. السلفيون رجاء شيوخا وطلابا كلهم إخوة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، هذا الذي يريده الله لنا. إذا أخطأ شيخك وانتقده شيخ آخر
والحق مع هذا الشيخ الآخر، كن مع هذا الآخر وانصح شيخك، انصح، لا تتعصب، لا يجوز لك أن تتعصب له. إن تعصبت له يشبه شيخ الإسلام هذا اللي تسمى هذه الصفات بالتتار، تعصبات جاهلية هذه. الإسلام والمنهج السلفي بريء منها، ونحن على هذا نربي ونبرأ إلى الله من تربية تخالف هذه التربية التي ارتضاها الله لنا وشرعها لنا. لو أخطأ ابن باز وابن تيمية ونقده أحد بحق فلا تتغضب، تقده بعلم وحجة يريد وجه الله عز وجل، لا تقول والله هذا يتكلم على ابن باز ولا على ابن تيمية، إذا كان بحق وبأدب واحترام، لأن الهدف ربط الناس بمنهج الله ولا نربطهم بأخطاء البشر كائن من كانوا. حتى لو أخطأ صحابي ما نقبل خطأه، ما نقبل خطأه. أخطأ بعضهم في مسألة التيمم بارك الله، ويرى أنه إذا كان الإنسان مجنبا فليس له أن يصلي بالتيمم أبدا حتى يغتسل، قال السلف لا، من الصحابة والتابعين، وأخذوا برأي عمار وتركوا رأي عمر بن مسعود، وأمور كثيرة في الصحابة وفي التابعين وفي الأئمة. والشافعي رد على شيخه مالك مع أنه ما كان أحد يحترم مالكا مثل الشافعي، ويقول إذا ذكر العلماء فمالك هو النجم الثاقب، ومع ذلك ينتقده، والليث ينتقد مالك ويرسل له وهو يحبه ويجله بارك الله فيكم. وهكذا كان يتبادل النصائح وما يغضب، لا أتباع إلا أتباع مالك وجد فيهم التعصب، وتعصبوا ضد الشافعي واستمروا في هذا التعصب الأهود إلى يومنا هذا مع الأسف الشديد، لأنه بدأت دبت روح التعصب. أما الهدف عندهم ينتقد البخاري الدارقطني وغيره، والله ما تعصب للبخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث، ليه؟ لأن أهل الحديث تشربوا منهج الرسول ومنهج السلف الصالح. وانتقد أبو حاتم وأبو زرعة، انتقد البخاري في حوالي 700 رجل من كتابه التاريخ، ومع هذا ما تجد أحد تأصب على أبي حاتم ولا على أبي زرعة. وهكذا فإذا انتقدك أخوك بحق أولا انصحك، ولك والله فلان رئيس عليك، إذا قبلت فلا بس، ما قبلت قل أدلني، أبغى أبين للناس لأنك أنت على خطأ، ويبين بأدب واحترام لأخي بارك الله فيك. هذا لا شيء فيه، هذا حرب للتعصب الجاهلي، تعصب الجاهلي بارك الله فيكم. فهذه النوعيات وهذه الألوان موجودة بارك الله فيك، احنا ما عرفناها، عرفنا الآن بعد تسرب الأحزاب الماكرة إلى هذه البلاد دبت هذه الروح إلى بعض السلفيين، فتجد مثل هذا. فنقول هذا لهم من باب الأخوة ومن باب النصيحة، ولأنهم شباب وما أدركوا تاريخ أهل السنة والجماعة حتى في هذا الأصل بارك الله فيكم. وأنتم عرفتم كيف كان الألباني وابن باز وابن عثيمين يتبادلون المحبة والأخوة والتناصر والتناصح في نفس الوقت. والألباني انتقد ابن باز نقدا مرا في قضية وضع اليدين على الصدر، وسمى وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع سماه بدعة، سماه بدعة، وما غضب ابن باز واستمر على اجتهاده، لكن لا حارب ألباني ولا غضب منه، ويجله ويكرمه ويراسله ويحبه وينصره ويذب عنه. والألباني مثل ذلك، وابن عثيمين مثل ذلك بارك الله. وذولا أقرب الأمثل إلينا، والسلف كانوا على أحسن من هذه الحال، فتمسكوا حتى على الأقل بما لمستم في هذا في هذه العهود الأخيرة. أقول هذا وأكرر عليكم، اتركوا التعصبات الهوجاء. أنا أعرف أن بعض الناس في دول الخليج، ما أبغى أسمي الدولة هذه، إذا سافر تلاميذه إلى علماء هذه البلاد يغضب، يقول كيف تتركون يتركون، أنتم تشكون فيها، أنتم يا أهوج. كان للرجل الواحد من أئمة الحديث 1000 شيخ أو 2000 شيخ، ابن حبان أظن له 2000 شيخ،
من شرق آسيا إلى غربها. فالتكثر من الشيوخ هذا علامة على التجرد لله وعلى طلب الحق، وشيوخه ما حد يسأل من الآخر، بل يزوده ليصل إلى يرحل إلى أخيه الثاني، يقول له لا تروح عند المشايخ لأنك تشك فيها، هذه عصبية رعناء وجاهلية هوجاء، يجب أن تحارب ويجب أن يسقط أهلها إذا أبوا أن يعودوا إلى الطريق الواضح. بارك الله فيكم، أوصيكم بالأخوة في الله تبارك وتعالى والتحاب فيه والتعاون على البر والتقوى والقضاء على هذه المظاهر القبيحة التي سربها إلى صفوف أهل السنة ومزقهم بها. بارك الله فيكم، يحاربون هذه المظاهر. أهل السنة مستهدفون من كل الفئات الضالة ومن كل الأحزاب السيئة ليمزقوهم، لأنهم وجدوا أنه لا يبين أخطاءهم ويحذر منها إلا أهل السنة، وجدوهم في مشارق الأرض ومغاربها على منهج واحد، فسعوا في تمزيقهم وتفريقهم وتصديعهم، حتى إنك تجد هذه الظاهرة عند العرب والعجم بسبب غزو ومكر وخطط ومكايد أعداء هذا المنهج. فتنبهوا واعتبروا بما حصل واستيقظوا وعودوا إلى الجادة، وربوا أنفسكم، وإذا أصبحتم من أهل العلم ربوا شبابكم على هذه الروح، روح المودة والأخوة للمسلمين السابقين والمعاصرين واللاحقين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الآن سلفي يحقد بعضهم على بعض بفعل من؟ بفعل أعداء هذا المنهج، وبعض العقول الضعيفة تتأثر بهذه المكايد وتذعن لها وتتفاعل معها، فنجد هذه الآثار، فيجب أن يفيق من وقع في شيء من هذا. بارك الله فيكم، وأن يتوب إلى الله، وأن نرجع جميعا إلى الجادة، ونصير في درب واحد وفي طريق واحد، رافعين منهجا واحدا وراية واحدة لكلمة الله تبارك وتعالى. صلى الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وإن شئتم الآن وخيروا أنتم بين أن نقرأ في البخاري وبين الإجابة على أسئلة تحتاجون الإجابة عليها. بالأبيار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.